السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما حان حين وآن آن. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح تفسير السعدي، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف، استكمالاً للقسم الأول المشتمل على مقدمة المصنف وتفسير فاتحة الكتاب. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله، وأخبر أنه مصدق ومهيمن. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التفسير، قال: وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها وحاث عليها، وكاشف عن الطريق الموصل إلى دار الآلام ومحذر عنها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة صفتين من الصفات الإحدى عشرة التي وصف بها القرآن الكريم. فالصفة السادسة أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب، والصفة السابعة أنه مهيمن على ما تقدمه من الكتاب. فأما الصفة السادسة وهو كونه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، فإن المصدق اسم فاعل من صدق، وهو المخبر بصدق غيره. فكان القرآن مصدقاً لما بين يديه لأنه مخبر عما تقدمه من الكتب بالتصديق، وقد جاء هذا في آيات كثيرات، فمنها قوله تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه، ومنها قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وهؤلاء الآيات وغيرهن مما ورد في هذا المعنى تجيء تارة خبرا وتجيء تارة إنشاء، فهي نوعان: أحدهما خبر عن كون القرآن مصدقا لما بين يديه، وهذا الخبر يتناول الإعلام به المؤمنين وأهل الكتاب، والآخر إنشاء بالأمر بالإيمان بالتصديق بهذا الكتاب، وهو أمر لأهل الكتاب أن يؤمنوا به، لأنه جاء
مصدقا لما معهم. فلا تخرج الآيات عن كونها تارة خبرا نخبر به نحن أهل الإيمان ويخبر به غيرنا من أهل الكتاب، وتارة تختص بأهل الكتاب لإلزامهم بالإيمان بالقرآن لأنه جاء مصدقا لما معهم، أي لما تقدمه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وكل الآيات التي وردنا في هذا الباب مما ذكرنا ومما لم نذكر تشتمل على أمرين، أحدهما اقتران ذكر تصديق القرآن بلام التقوية، اقتران ذكر تصديق القرآن بلام التقوية في قوله مصدقا لما بين يديه وقوله مصدقا لما معكم للإعلام بتحقق ذلك وثبوته وأنه تصديق حاصل لا محالة. والآخر الإشارة إلى ما تقدمه بما يدل على وضوحه وظهوره، الإشارة إلى ما تقدمه بما يدل على ظهوره ووضوحه كقوله سبحانه وتعالى لما بين يديه، أي مما هو ظاهر بين غير مجهول، وقوله لما معكم، وهذا أجلى في إظهار الوضوح والبيان بأنه كائن معكم يا أهل الكتاب فأنتم تعرفونه حق المعرفة. وصفة تصديق القرآن ما قبله نوعان، وصفة تصديق القرآن ما قبله نوعان، أحدهما مجيئه بما أخبرت به تلك الكتب عنه، مجيئه بما أخبرت تلك الكتب عنه، فإن الخبر عن القرآن واقع فيها، قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالقرآن الكريم مذكور في الكتب الأولى، فالزبر جمع زبور، والزبور يراد به معنى عام وهو الكتاب، وتارة يراد به معنى خاص وهو ما نزل على نبي من أنبياء الله وهو داود عليه الصلاة والسلام. والمراد بالزبر في هذه الآية الكتب السابقة، بأن القرآن جاء مذكوراً فيها، فكان مجيئه بعدها تصديقاً لها بما ذكرت عنه. والآخر إخبار القرآن عما فيها مما يدل على صدقها، إخبار القرآن عما فيها مما يدل على صدقها، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله عز وجل بأن المذكور فيه هو مذكور أيضا فيما تقدمه من الكتب، فيكون ذكر القرآن له تصديقا لتلك الكتب المتقدمة. ومنشأ تصديق القرآن لما بين يديه خمسة أمور، أحدها أنه من الله، وقد قال الله عز وجل عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. وثانيها أنه جاء بالصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فجاء القرآن بالصدق
ومن صدقه تصديقه لما تقدمه، وثالثها أنه صدق المرسلين. قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي شهد بصدق أولئك المرسلين، فهو مصدق لهم بتصديق ما جاءوا به، وذلك شهادة بصدقه أيضاً لخبرهم الصادق عنه. ورابعها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو قبله كتاباً ولا يخطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو قبله كتاباً ولا يخطه. قال الله تعالى: ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وخامسها أن مؤمني أهل الكتاب يعلمون أنه من الله. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فأهل الكتاب من آمن منهم بذلك الكتاب على الحق، آمن بما جاء منزلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، فكان ذلك شاهدا على وقوع هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه. فباجتماع هذه الموارد الخمسة صار القرآن تصديقا لما تقدمه من الكتب السابقة. ووجوه تصديق القرآن ما قبله من الكتب السابقة تسعة. أولها أنه وحي كما هي وحي، فالقرآن وحي نازل من الله سبحانه وتعالى، وتلك الكتب كانت وحياً نازلاً من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثانيها أنه نازل من الله كما كانت تلك الكتب نازلة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وثالثها أن نزول القرآن كان على رسول هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كانت تلك الكتب نازلة على رسل. قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. ورابعها أنه حق وكانت تلك الكتب حقاً. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وخامسها أن القرآن هدى كما كانت تلك الكتب هدى. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال في آخر السورة: وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسادسها موافقة القرآن صفته الواردة في كتب الأولين، موافقة القرآن صفته الواردة في كتب الأولين. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي أن القرآن بحليته ونزوله
على نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى مذكور في كتب السابقين من الأنبياء. وسابعها موافقته تلك الكتب في مقاصد ما تدعو إليه، موافقته تلك الكتب في مقاصد ما تدعو إليه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إيش به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وثامنها بيانه لما اختلف فيه أهل الكتاب، بيانه لما اختلف فيه أهل الكتاب، إذ ذلك البيان يدل على كونه متصلا بتلك الكتب، إذ ذلك البيان يدل على كونه متصلا بتلك الكتب. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وتاسعها كون القرآن مشتمل على ما في تلك الكتب وزيادة، كون القرآن مشتملا على ما في تلك الكتب وزيادة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فوصفه بكونه تبيانا لكل شيء أي موضحا لكل شيء، فكل ما احتاجه الناس في معاشهم ومعادهم ولا غنى لهم عنه مما جاء في كتب الأولين فهو في القرآن الكريم. وزاد عليه القرآن ما زاد، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل به الدين وأتم النعمة، وصار القرآن آخر الكتب كما سيأتي بيانه. وأما الصفة السابعة وهي كون القرآن مهيمنا على ما قبله، فمعنى كونه مهيمن أي قائم على تلك الكتب راعيا لها حافظا ما فيها، فإن أصل معنى الهيمنة يدور على هذه المعاني. وأخبر جماعة من السلف بما أخبروا به عن معنى كون القرآن مهيمنا بما يقتضي ضم بعضه إلى بعض حتى يكون واقعا بمعنى أتم جامع لما ذكروا. أشار إلى هذا ابن عطية في المحرر الوجيز وأبو الفداء ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. وقد دل القرآن على هذه الصفة في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأخبر الله عز وجل أن القرآن بالنسبة لما تقدمه من الكتب أنه مهيمن عليها، بما يرجع إلى المعنى المتقدم من كونه قائما على تلك الكتب راعيا لها حافظا لما فيها. وجعل القرآن مهيمنا على تلك الكتب لأمرين، أحدهما سلامته من التحريف والتبديل، فلا يمكن أن يقع تحريف أو تبديل في القرآن. لماذا لا يمكن أن يقع؟
لأن الله تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكل حفظ القرآن إلى نفسه المقدسة. وأما الكتب التي تقدمت القرآن فلم يتكفل الله بحفظها، وإنما وكل حفظها للعالمين بها من الأنبياء والربانيين والأحبار. فقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقوله بما استحفظوا من كتاب الله إعلام بأن التوراة وغيرها من الكتب التي تقدمت القرآن وكل حفظها إلى القائمين عليها من النبيين، ثم من يتلوهم بعدهم من الربانيين والأحبار. وثانيها كون القرآن آخر الكتب، فلأجل ذلك فهو مهيمن عليها. ما الدليل على أن القرآن آخر الكتب؟ من القرآن نعم، هذا منه القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه أحسن. طيب وما الدليل على أن الوحي لا ينزل على النبي والآيات في سورة النحل والقصص ذكر الوحي على غير النبي؟ لا ترتب إجابتك، أنت تحوم حول الحمى. نعم، إيش اليوم أكملت لكم إيش دينكم أتممت عليكم نعمتي. نعم وأنزل التوراة والإنجيل الأخي يقول من قبل وأنزل القرآن، هذا دليل بالإشارة، ما يجي هكذا. الدليل قوله تعالى أنت رتب دليل الأخ بس هو اللي جاب الآية. الدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا كان هو خاتم النبيين فما أنزل عليه من كتاب هو آخر الكتب، لأن وحي البعث المنزل على نبي كتاب لا بد فيه من وجود النبوة، فلا يوجد كتاب إلا بنبي، وقد يوجد نبي بلا كتاب. واضح؟ قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، فلا يوجد كتاب نازل من الله إلا ونزوله على نبي أو رسول، لكن قد يوجد رسول ونبي بلا إيش؟ بلا كتاب. فهذه الآية تدل على أن القرآن هو آخر الكتب. فلاجتماع هذين الأمرين من سلامة القرآن من التحريف والتبديل وكونه آخر الكتب صار القرآن مهيمنا على ما تقدمه من الكتب. وصفة هيمنة القرآن ست، وصفة هيمنة القرآن على ما قبله من الكتاب ست. أولها كونه شاهدا على تلك الكتب، وثانيها كونه أمينا عليها أي مؤتمن على ما فيها، كونه
أمين عليها أي مؤتمن على ما فيها، وثالثها كونه حفيظاً لما جاء في تلك الكتب، ورابعها كونه قاضياً على تلك الكتب، فهو الذي يفصل بينها، وخامسها كونه ناسخاً لتلك الكتب، وسادسها كونه سيداً لتلك الكتب. والسيد من الشيء هو أعظمه وأفضله، هو أعظمه وأفضله، فالقرآن سيد تلك الكتب. وهذه الصفات الست مأخوذة من كلام الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى ومهيمناً عليه، وتلك الأفراد هي كما تقدم ترجع إلى المعنى العام الذي ذكرناه لهيمنة القرآن. ومنشأ هيمنة القرآن على تلك الكتب أنه كلام المهيمن، ومنشأ هيمنة القرآن على تلك الكتب أنه كلام المهيمن، فإن من أسماء الله المهيمن، قال الله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الآية من سورة الحشر. فلما كان القرآن كلام المهيمن صار مهيمنا على ما تقدمه من الكتب. والقرآن كلام الله كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واضح؟ واضح؟ طيب، لو قال قائل القرآن كلام المهيمن فصار مهيمنا على تلك الكتب، والتوراة والإنجيل كلام من؟ كلام من؟ كلام الله، فهي أيضا كلام المهيمن، فكيف يصير القرآن بهذا الاعتبار نشأت منه هيمنته؟ الجواب أن القرآن هو كلام المهيمن الذي ثبت كونه كلامه، فهو لم يحرف ولم يبدل. أما تلك الكتب وهي التوراة والإنجيل فقد دخلها التحريف والتبديل والتغيير، فكلام المهيمن الذي بأيدي الناس على الحقيقة هو القرآن فقط. ووجوه هيمنة القرآن على ما تقدمه من الكتب سبعة. أولها خبره عن صدق ما صدق من تلك الكتب، خبره عن صدق ما صدق من تلك الكتب، قال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فتمام ذلك الكتاب وصدقه مرجعه إلى خبر القرآن عن ذلك. والثاني خبره عن نسخها وإبطال العمل بها، خبره عن نسخها وإبطال العمل بها، قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى إيش تكملت الآية؟ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فقوله لستم على شيء إبطال لما كانوا عليه، وقوله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم المراد به القرآن، فالباقي من تلك الكتب معتمداً في العمل هو ما جاء هو ما جاء في القرآن، لذلك أمروا أن يؤمنوا بالقرآن، فمن آمن بالتوراة والإنجيل ثم آمن بالقرآن فإن الله يؤتيه أجره مرتين. والثالث
خبره عن اختلاف أهل الكتاب فيه، خبره عن اختلاف أهل الكتاب فيه. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والرابع خبره عن تركهم ما في تلك الكتب، خبره عن تركهم لما في تلك الكتب. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والمراد بهذا النبذ هو الطرح والإلقاء والترك، فهم تركوا ما تركوا من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. وخامسها خبره عن إخفائهم وكتمهم الحق لما أخفوا منها، خبره عن إخفائهم وكتمهم الحق لما أخفوا منها. قال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وسادسها خبره عن تحريفهم تلك الكتب. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وسابعها خبره عن كذبهم فيها، خبره عن كذبهم فيها. قال الله تعالى: وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الأمور السبعة التي ذكرناها مما جاء في القرآن خبرا عما تقدمه من الكتب صيرت القرآن مهيمنا عليها، فلأجل ما اعتراها من الاعتلال والخلل الناشئ من تصرف من تصرف فيها من الأحبار والرهبان وقعت هذه المساوئ المذكورة وصار القرآن مهيمنا عليها. وهاتان الصفتان اللتان ذكرهما المصنف في كون القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه تورثنا الاستغناء بالقرآن. فإن العبد إذا علم أن القرآن بالنسبة لما تقدمه من الكتب الإلهية هو مصدق عليها ومهيمن عليها لم يحتج إلى تلك الكتب. وإذا كان العبد لا يحتاج إلى الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء قبل نزول القرآن لما نزل فإنه غير محتاج إلى كلام غير الله سبحانه وتعالى من كلام الناس. فلو قدر أن أحداً أراد أن يقدم برنامجاً إصلاحياً في المسلمين يستمده من آيات التوراة والإنجيل كان فعله إيش؟ كان فعله مسخوطا عليه عند الله والمؤمنين. ولو قصد آخر أن يطلب ما في تشريعات حمورابي وغيره للنظر في تقديمها برنامجا إصلاحيا لهم كان فعله أيضا مذموما، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالقرآن عما سواه. فإن القرآن مصدق لما تقدمه من تلك الكتب وهو مهيمن عليها. فإذا كان القرآن كذلك
لم يحتاج العبد إلى أن يطلب كتاباً إلهياً سواه، ولا أن يطلب كلام غير الله سبحانه وتعالى. فمن موارد زيادة الإيمان وترسيخ الإيقان الاستغناء بالقرآن، فيستغني به العبد في كل مطلب من المطالب. فالاستغناء به له موردان، أحدهما الاستغناء به في الخبر، الاستغناء به في الخبر، والآخر الاستغناء به في الطلب. يعني أن ما جاء من أمر خبري أردت الوقوف على جليته فتجد في القرآن ما يغنيك، وكذلك إذا تعلق بأمر طلبي مما يرجع إلى الأمر والنهي ففي القرآن الاستغناء به. فمثلا لو قدر أن أحدا أراد أن يعلم متى تقوم الساعة، فإن الذي يغنيه ما جاء في القرآن إيش في الساعة؟ علمها عند ربي، قال تعالى وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، إلى غير ذلك من الآيات. فهو يستغني بالخبر الوارد في القرآن عن طلب تعيين قيام الساعة من أشياء خارجة عنه، فإن الناس مولعون بطلب ما أخفي عنهم، ومن جملته علم الساعة. وقد أعطاني مهندس توفي إلى رحمة الله كتابة له في معادلات حسابية هندسية استنبط منها تعيين وقت قيام الساعة في هذه الأمة وقدره بالتاريخ، وهذه الورقات لا نحتاج إليها لأن القرآن أغنانا. ومثله كذلك في الطلب، فالناس مختلفون في صلاة الجمعة والعيد، إذا اجتمع فصلى أحد العيد وأخذ بقول من يسقط عنه الجمعة، فهل يصلي الظهر أم لا يصلي؟ والجواب أنه يصلي، لأن الله قال في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأخبر الله عز وجل عن الصلوات الخمس في هذه الآية، فدلوك الشمس الظهر والعصر، وغسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الفجر. فاستغنى العبد بالقرآن عن قول من يقول تحقيقا أنه لا ظهر يومئذ، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خمس صلوات في اليوم والليلة. فالاستغناء بالقرآن من منشئه في نفوس المؤمنين أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا آخر البيان، والحمد لله رب العالمين.